أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب؟ القدر، يعني يسبق عليه الكتاب، يعني القدر الذي قدر عليه في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، يدركه ما كتب له، يدركه ما كتب له، أو يسبق عليه أنه كتب من أهل الجنة فيدركه ما كتب له قبل أن يموت، لأن قضاء الله نافذ لا بد منه، ولا يكون من أهل الجنة إلا بسبب تكلم كلام كفر أو رده مات والعياذ بالله، كن من أهل النار، أو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مؤمنا بها مستيقنا بها ومات، يكون من أهل الجنة. نعم، الله يهيئ له سبب، إما يدخله النار وإما يدخله الجنة. نعم.